مرحبا برج الجدي، هذه راح تكون القراءة الأسبوعية لك للأسبوعين القادمين من تاريخ اليوم. راح نتناول فيها جميع الجوانب المهنية، العاطفية، الصحية والقانونية. إذا في أي رسائل مهمة لك راح تظهر في القراءة، وإذا في جوانب ما تناولناها معناتها ما راح يكون فيها تطورات كبيرة في الفترة القادمة. نبتدي القراءة. طبعا أنا سويت أول فيديو خلطت فيه الأوراق، ولكن الفيديو انقطع علي، ولكن رسالتكم كانت حلوة، ما حبيت إن أعيد خلط الأوراق. أوكي، فراح أبتدي القراءة من جديد. أول شيء نبتدي القراءة بالكوبين. أشوف إنك يا برج الجدي في الفترة القادمة راح تنظر إلى داخلك فعلا، وتريد كأن تعيد تقييم شنو الأشياء اللي أنت تحبها حقيقة. كأنما تسأل نفسك، صار لك فترة طويلة أنت في مجال معين، في مهنتك، في حياتك العملية، وحتى في البزنس، صار لك وقت طويل ما سألت نفسك شنو اللي يسعدني. في الفترة القادمة راح ترجع لشيء، لمجال معين، أوكي، تخصص، دراسة دائما كان يسعدك، تجد نفسك فيه، تحس عندما تدرس هذا التخصص، عندما تعمل في هاي المهنة، عندما تفتح بزنس في هاي المشروع، تحب نوعية العمل فيه، ترجع فيه إلى نفسك. ممكن يكون أيضا ترجع فيه إلى شخص لطالما أنت أحببته، ولكن كأنما أغفلته بسبب الظروف، بسبب الوقت، بسبب توقيت، كان التوقيت غير مناسب. ولكن الآن في فرصة جديدة لأن ترجع للأشياء أو الأشخاص اللي تحبهم، اختيارك. أشوف إن هني راح يكون عندك مثل التردد في البداية، عندك فارس الأكواب، كأنما مستحي أن تبدأ من جديد في هاي المجال. احتمال مثلا أنك تكون في مجال التسويق، تريد أن تذهب إلى مجال التدريب، كنت في مجال مثلا بزنس الكوفي شوبس، تريد أن تذهب إلى مجال العطور، عندك نقلة نوعية، تريد أن تذهب إلى مجال لطالما أحببته، إلى شخص لطالما أنت كنت مغرم فيه، عندك فيه حب، سواء كان هذا الشيء يدخل لك مدخول أو لا، تحب هذا المجال، ولكن راح تتوجه له في البداية كأنما أنت مستحي. ليش هني أشوف عندك شوية خجل؟ لأن صار لك فترة طويلة لاهي عن نفسك، لاهي عن الشيء اللي تحب، كأنما صار لك فترة طويلة خبرتك صارت في مجال ثاني، ارتباطك أصبح مع شخص ثاني، كأنما مستحي أن بعد كل هاي الوقت ما مضى ترجع لهذا الشخص، ترجع لهذا المجال اللي أنت تحبه. ممكن يكون على الصعيدين المهني أو أيضا العاطفي، ولكن لا تقلق لأن عندك كارت الشمس. كارت الشمس موجودة هنا يقول لي أن عندك توفيق ومباركة سماوية لهاي الموضوع، أنت تعشقه لسبب، لأن هاي الموضوع بينك وبين التواصل روحاني، مهما ابتعد عنه في النهاية راح ترجع له. كرت الشمس يقول لي هاي الحقيقة، الحقيقة أن أنت تحب هذا المجال، وحان الوقت أن فتح لك المجال أن ترجع إلى الأشياء اللي فعلا تحبها. احتمال أن تحب التدريس ولكن قطعت من فترة طويلة، احتمال أنك تحب التعليم، تحب التحدث، تحب في شيء معين انت تركته وصار لك فترة طويلة قاطعة من اجل هاي التركة. اوكي، مسافة الوقت الكبيرة القطعة ممكن يكون مع شخص تحس شوية بخجل، ولكن لا تنسى ان عندك هني في وسط القراءة الكوب الاول، اكبر كوب، اوضح كوب، كأنما هو هني موجود. الكوب وجوده هني يعني لي ان مهما طال فيك الزمان بعيد عن هذا الشخص أو بعيد عن هذا المجال، مجال العمل اللي أنت تحبه، في النهاية كوبك أنت ما راح أحد يشرب منه غيرك. الشيء بصمتك الخاصة يا برج الجدي في هذا المجال ما حد راح يستطيع يوضعها غيرك، وإن كان في ناس دخلوا بعدك وقبلك وأنجزوا الكثير، ولكن تذكر عندك الكوب، بصمتك الخاصة، كوبك أنت لن يستطيع أن يماثل أحد. هذا كل اللي محتاج تتذكره وأنت مقبل على البداية الجديدة اللي عندك. وأثناء الخلط أيضا كان عندي الغصن الأول، البداية الجديدة المشرقة اللي فيها الشغف،
اللي فيها نرجع فيه إلى ما نحبه وللأشخاص اللي دائما كانوا في بالنا، ولكن ابتعدنا عنهم بسبب مسؤوليات الحياة والظروف، بسبب إن احتمال المجال هذا لما كنت تحبه كان ما يقدر، ما لقيت فيه طريقة أن يدخل عليك أموال. تحبه ولكن ما في أموال، أوكي؟ تحبه ولكن ما تستطيع الارتباط فيه. كان في شيء مانع، المانع ذهب، انتهى. الوقت حان إن أنت تباشر أو تعيد خطواتك، تعيد صناعة هذا المجال عشان نفسك، ترجع للشخص أو للشيء أو للمجال أو للحرفة اللي أنت دائما كنت تحبها، لأن في فترة غيابك اتغيرت وأصبحت هي الفرصة نفسها، الشخص نفسه أصبح أكثر استعداد لك، كأنما جاهز عشانك. الكوب ممتلئ ويفوض، يفوض بالماء العذب. فهمت قصدي؟ تأكد إن بصمتك ما في أحد راح ياخذها عنك. وإن كنت متخوف إن المجال الشخص هذا عنده أشخاص ثانيين في حياته، المجال هذا فيه الكثير من التنافس، أبدا، بصمتك الخاصة يا برج الجدي. عندك 8 الأغصان هنا، جهدك والتغييرات اللي أنت راح تجلبها في حياة هذا الشخص أو في هذا المجال في العمل الجديد، أوكي، هي مطلوبة جدا في الوقت الحالي. أنت راح تجلب نوع من التغييرات، هي مطلوبة، أنت مطلوب في هذا المجال، وراح تضع بصمتك وأيضا بسرعة. 8 السرعة، سرعة إنجاز الأمور، راح نموك ما يكون بطيء، راح يكون جدا سريع في هذا المجال، راح بسرعة تترقى، بسرعة تصل إلى مرادك، بسرعة تنشئ هني، تنشئ شبكة معلومات وأشخاص. لما أقول شبكة معلومات وأشخاص معناته إذا كان بالنسبة لك هو شريك من زمان أنت تحبه، راح بسرعة تقدر تصل إلى المحيطين حوله وتتواصل معاهم وتخليهم موافقين عليك أو يرحبون فيك. وإذا كان في بزنس، راح بسرعة تستطيع أن تتواصل مع العملاء ومع المدراء ومع جميع المعنيين، التواصل وبسرعة، أوكي؟ وعندك تحت فارس الأكواب كوب النجمة، هي أمنية من بعيد دائما كنت مخلينها في بالك وستتحقق في الفترة إن شاء الله القادمة، ولكن هني أيضا يقولنا إن خل عينك على النجمة، لا تتشتت. ليش أقولك لا تتشتت؟ لأن عندك هني كرة الجماهير، احتمال ستصل بسرعة لدرجة إن بسرعة راح تلفت انتباه الأشخاص، ستكون مع الشخص اللي في بالك، ولكن أيضا ستجذب انتباه أشخاص ثانيين. ستبرز في الفترة القادمة عندما تأخذ فعلا هاي الفرصة، راح تبرز. فاحذر إن أنت هني الحشد والتصفيق والمدح ما يشتتك عن النجمة، ما يشتتك عن حقيقتك، أنت ماذا تريد، من هو فعلا الشخص اللي تحبه وتختاره، وما هو فعلا التغيير اللي تريد أن تجلبه لهاي المجال اللي أنت تعشقه. لا تتشتت، لا تصبح التصفيق والحشد والمدح أهم لك من المجال نفسه. يعني حافظ على توازنك، دائما تذكر النجمة وإن كانت صغيرة أو بعيدة، ولكن نستطيع أن نخليها ترشدنا في ظلام الليل. الإرشاد محتاج أن تركز على الإرشاد، تركز على هدفك، الشخص، المجال، عندك رسالة في هاي المجال، ركز عليه ولا تفقد تركيزك، لأن فعلا أشوف أن الكثير من الأشخاص راح يكونون محيطين فيك في الفترة القادمة، راح تبرز بسرعة وراح يكون لك قبول. لا تنسى عندك توفيق ومباركة، راح يكون لك قبول سريع، الشمس في هذا المجال، راح تدخل حياة هذا الشخص بسرعة وتحصل على مرادك بسرعة. لما الأمور تمشي عندنا بسرعة، احتمال أن نفقد توازننا. هني عندك تحذير، لأن تنتهي بك القراءة بفارس الأغصان. فارس الأغصان يقول لك نعم، خليك دائما شبابي متغير، تستطيع أن تواكب متطلبات المجال الجديد،
لأن مجال أحتاج أشوفه يحتاج الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والجيل الشبابي. لازم بسرعة تقدر تتنقل من استراتيجية لاستراتيجية، من طريقة لطريقة، عشان تصل إلى قلوب العملاء، إلى قلب شريكك. شريكك أشوف اللي حاطه في بالك لا يحب الروتين، لا يحب أن تظل مستمر معاه في مرحلة الكوبن لفترة طويلة. يحب التنقل، يحب التغيير. خل دائما عندك طاقة التغيير. الفارس لا يضع متاعه في أول محطة ويستقر فيها، دائما متاعه تكون على الفرس ومستعد أنه يتنقل في المراحل. خليك سريع التأقلم، هذه هي الرسالة لك. سريع التأقلم ولكن في نفس الوقت لا يتشتت انتباهك من الأشخاص. دائما ترى في واقع مضحك يقول لنا لما احنا نريد ان نرتبط، الرغبة عندنا ملحة، نلاقي ان ما في شخص مستعد يرتبط فينا. عندما نصبح مخطوبين او مرتبطين، نلاقي وقتها الكثير من اهتمام من الاشخاص الثانيين، يبتدون يجتمعون، اوكي، يبتدون يزيدون، مع ان انت حصلت على الشخص اللي تبي، ولكن تبتدي اشياء ثانية تظهر وأشخاص ثانيين يظهرون، فرص ثانية تظهر. هني يقول لك لا تفقد تركيزك عزيزي برج الجدي. راح أسحب لكم كارت تبع النصيحة. عندنا Have faith. خل عندك إيمان. لا تنسى أنك مقبل على شخص جديد، أوكي، فرصة جديدة. خلينا نقول ممكن يكون شخص من الماضي مثل ما قلت لك، ممكن يكون مجال كنت تعشقه من الماضي البعيد. فرجوعك له احتمال يتطلب منك الكثير من التغيير، راح تكون شوية غير واثق. فهنا يقول لك Have faith. خل عندك إيمان. Trust your faith is in this situation. خل عندك ثقة بإيمانك في الفترة القادمة. ما أدري ليش هني مطلوب منك أن تثق بأنك مستحيل تخطأ مع هذا الشخص، مستحيل تخطأ في خطواتك القادمة. هذا نوع من الفيث. وعندك رقم 12، 1+2 يعطينا 3. الكارت رقم 3 هو 3 الأغصان، الشخص اللي ينتظر في الميناء، قدوم السفن والحمولة اللي ينتظرها. مش معناته ان الامور ما راح تمشي الى صالحك، ولكن هني تحذير، مش اول عقبة، اول عائق تواجهه مع هذا الشخص الجديد او في المجال الجديد تنسحب وتقول انا مو مهيأ، انا مو جاهز، في اشخاص افضل مني، في اشخاص اكثر خبرة مني. هني يقول لك لا، دائما آمن ان كل عقبة هي اما فرصة عشان تقوي علاقتك بالشريك، عشان تتعلم درس جديد، اما فرصة تنبهك على في مجالك الجديد شلون لازم تتصرف. الثلاثة، تؤمن ان مهما كان وقت الانتظار حمولتك في النهاية راح تأتي، وكون عندك ايمان وما تستسلم بسهولة. شكرا عزيزي برج الجدي.